بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد فوزي جاد، معيد بقسم تكنولوجيا المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، وهتكلم في الفيديو ده إزاي عن طريق الباك بروباجيشن ألجوريزم ممكن نعمل أبديت للأرتفيشال نيورال نيتوركس ويتس. مش هنتكلم في تفاصيل الباك بروباجيشن ألجوريزم في البداية، ولكن هاخد مثال بسيط. هعمل بي تريننج للنيورال نيتورك. السبب في كده إن الباك بروباجيشن ألجوريزم بيستخدم علشان يعمل أبديت للويتس الخاصة بنتورك عملنا لها تريننج قبل كده لما طلعت فولس بريدكشنز. فقبل ما اطبق الباك بروباجيشن الجوريزم محتاج يكون عندي نتورك حصل لها تريننج. الخطوات اللي همشي عليها: اول حاجة هعمل انيشاليزيشن لمجموعة من الويتس استخدمها علشان اعمل تريننج للنتورك، والتريند نتورك دي اعمل من خلالها بريدكشنز. لو البريدكشنز اللي طلعناها ما كانتش صحيحة محتاج اني استخدم الباك بروباجيشن الجوريزم علشان اعمل ابديت للانيشال ويت دي. النتورك اللي هنعمل لها تريننج هيكون فيها انبوت لاير، في 2 انبوتس x1 وx2، كل انبوت ليه ويت x1 ليه ويت w1 وx2 ليه ويت w2. الاوتبوت لاير في نيرون واحده بس بتستقبل الاثنين انبوتس بالاضافه للبايز. الداتا اللي هنستخدمها علشان نعمل تريننج للنتورك هتكون فيها سامبل واحده بس. طبعا المفروض ان احنا نستخدم سامبلز كتير عشان نعمل تريننج، بس لان الهدف مش ان احنا نعمل تريننج في المثال ده، الهدف ان احنا نستخدم الباك بروباجيشن، هنكتفي بسامبل واحده بس. x1 في السامبل دي هيكون ليها قيمه 1/10، x2 ليها قيمه 3/10، والديزايرد اوتبوت اللي عايزينه يطلع هيكون بقيمه 3%. الانيشال ويتس اللي هنستخدمها هيكون w1 ب5/10، w2 ب2/10، وقيمه البايز ب1.83%. علشان نسهل الوصول لقيم الانبوتس والويتس والبايز احط القيم بتاعتهم على النتورك. بعد كده محتاج اني اعمل تريننج للنتورك. هيكون في خطوتين مهمين بمشيهم علشان اعمل تريننج للنتورك. اول حاجة اني بحسب الانبوت للاكتيفيشن فانكشن المستخدمة في الاوتبوت لير نيرون، اللي هو عبارة عن السم اوف برودكتس ما بين كل انبوت والويت المناظر ليه. بعد ما حسبت الانبوت للاكتيفيشن فانكشن محتاج اني اطلع الاكتيفيشن فانكشن اوتبوت اللي في الاخر هيمثل لي البريدكتد اوتبوت. هنبدا باول خطوه اللي بحسب فيها السم اوف برودكتس ما بين كل انبوت والويت المناظر ليه. هستخدم المعادله دي اس اللي هي السم اوف برودكت بيساوي x1 مضروبه في الويت بتاعها اللي هي w1 زائد x2 في w2 زائد البايز مجموع عليهم في الاخر، واعوض بقيم كل متغير واطلع السم برودكت في الاخر اللي هو هيساوي 1.94%. بعد كده محتاج اني ادخل السم برودكت ده كانبوت للاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن اللي احنا نستخدمها في المثال ده هي السيجمويد. ابدا اعوض بقيم الاس اللي حسبتها قبل كده، يطلع في الاخر ان الناتج بتاع الاكتيفيشن فانكشن 874 من 1000. القيمه دي بتعبر طبعا عن البريدكتد اوتبوت. بعد ما طلعت البريدكتد اوتبوت هحسب البريدكشن ايرور. البريدكشن ايرور بيكون عباره عن قيمه بتعبر قد ايه النتورك بتعمل فولس بريدكشنز. اقل قيمه ليها طبعا بيكون الصفر، معنى كده ان النتورك بتعمل بريدكشن بنسبه 100% صح. ممكن نستخدم السكويرد ايرور فانكشن عشان نحسب الايرور للنتورك بتاعتنا. الفانكشن دي مضروبه في نص علشان نسهل العمليات بتاعتنا بعد كده. اعوض دلوقتي بالقيم بتاعه الديزايرد والبريدكتد اوتبوتس واطلع الناتج بتاع الايرور اللي هيساوي 357 من 1000. لان القيمة اللي طلعتها في الاخر بتكون عبارة عن ايرور، فانا محتاج ان اعمل لها مينيمايزيشن، اقلل القيمة بتاعتها لغاية ما توصل للصفر او قيمة قريبة جدا من الصفر. طيب ازاي ممكن اعمل مينيمايزيشن للايرور؟ لو احنا عايزين نعمل مينيمايزيشن للايرور اكيد لازم نعمل تغيير في النتورك. بس ايه الحاجة اللي ممكن نعمل لها تغيير في النتورك؟ لغاية دلوقتي البارامتر اللي احنا ممكن نتحكم فيه في النتورك بتاعتنا هو عبارة عن الويت. فانا محتاج ان اعمل ابديت للويتس عن طريق المعادله اللي قدامي دي، اللي من خلالها الويتس الجديده بتساوي الويتس القديمه زائد الايتا اللي عباره عن الليرنينج ريت مضروبه في الدي اللي هو الديزايرد اوتبوت ناقص الواي اللي هو البريدكتد اوتبوت مضروبه في الاكس اللي بيعبر عن الانبوت. ونبدا نشوف دلوقتي القيم بتاعه كل انبوت للفانكشن اللي قدامنا. الدبليو نيو دي الابديتد ويتس اللي المفروض هتطلع لي في الاخر. الدبليو اولد دي الكارنت ويتس اللي مستخدمها دلوقتي. الايتا عباره عن الليرنينج ريت للنتورك وممكن نديها قيمه زي 1%. الدي هو الديزايرد اوتبوت اللي ليه قيمه 3%. الواي هو البريدكتد اوتبوت اللي طلع لنا ب 874 من 1000
والاكس عبارة عن الانبوت اللي هو عبارة عن موجب واحد للبايز، واحد من عشرة وثلاثة من عشرة بالنسبة لإكس واحد وإكس اتنين. أعوض دلوقتي بقيم الفاريابلز دي داخل الفانكشن، بعد كده أختصر الناتج لغاية ما يطلع في الآخر الويتس الجديدة عبارة عن ثلاث قيم، قيمة للبايز وقيمة الويت واحد وقيمة الويت اتنين. بعد ما طلعت الويتس الجديدة في ثلاث خطوات همشي عليهم. أول خطوة إني أعمل أبديت للنيورال نتورك ويتس بالويتس الجديدة اللي طلعناها. تاني حاجة إني أعمل ريترين للنيورال نتورك. تالت حاجة إني أطلع البريدكشن ايرور، وأستمر في ثلاث خطوات دول لغاية ما يطلع إن البريدكشن ايرور بقيمة acceptable بالنسبة لي. لغاية دلوقتي إحنا عملنا تريننج للنتورك وطلعنا البريدكشن ايرور وعملنا أبديت للويتس وما استخدمناش الباك بروباجيشن ألجوريزم. فهل الباك بروباجيشن ألجوريزم يعتبر مهم؟ أيوه يعتبر مهم، والسبب هيوضح دلوقتي. بالنسبة للويت أبديت إيكويشن اللي استخدمناها قبل كده، فقط كل اللي عملته ان هي استقبلت الويتس القديمة وطلعت الويتس الجديدة، بس المعادلة دي تعتبر انونيمس بالنسبة لي، لان في اسئلة كتير المعادلة دي ما غطتهاش، زي مثلا ليه الويتس الجديدة تعتبر افضل من الويتس القديمة؟ طب ايه تأثير كل ويت على البريدكشن ايرور؟ يعني بمعنى تاني لو انا زودت ويت معين الايرور هيحصل له ايه؟ هيزيد ولا هيقل ولا هيتنيه زي ما هو؟ المعادلة دي ما بتجاوبش على الاسئلة دي. علشان كده هستخدم الباك بروباجيشن الجوريزم علشان يكون عندي معلومات عن الويتس الجديده اللي طلعتها. لما نعمل تريننج للنيورال نتورك هيكون في اتنين باسز، الفورورد والباكورد باسز. اول حاجه الفورورد باس بنبدا من الشمال لليمين، بدايه من الويتس لغايه ما اوصل للبريدكشن ايرور، مرورا بحساب السام اوف برودكت والبريدكتد اوتبوت. طب نتخيل دلوقتي ان البريدكشن ايرور اللي طلع بقيمه كبيره، فمحتاج دلوقتي ان اقلل البريدكشن ايرور لقيمه تكون بتساوي صفر او قريبه جدا من الصفر. علشان كده هبدا في الباكورد باس من البريدكشن ايرور لغايه ما اوصل للويتس، يعني هبدا من اليمين للشمال، هتتبع عمليه حساب البريدكشن ايرور لغايه ما اوصل للويتس واشوف ازاي الويتس بتاثر على البريدكشن ايرور علشان اتحكم في الويتس واخلي الايرور يقل بناء عليه. علشان نفهم العمليات اللي بتتم في الباكورد باس هنبدأ بمثال بسيط في الاوتبوت واي والانبوت اكس. الاوتبوت واي بيساوي اكس تربيع مضروبة في زد زائد سي، وعايزين نجاوب على السؤال ده، ايه التغيير اللي بيحصل في الاوتبوت واي لو حصل تغيير في الفاريابل اكس؟ السؤال ده بيتم اجابته عن طريق الديريفاتيف، يعني لو عايز اجيب التغيير في الواي بالنسبة للتغيير في الاكس هجيب الديريفاتيف للواي بالنسبة للاكس. الديريفاتيف للواي بالنسبة للاكس بيتم حسابه بالشكل ده، اقول ان الديريفاتيف للواي بالنسبة للاكس هيساوي الديريفاتيف للمعادلة اللي من خلالها بحسب الواي بالنسبة للاكس، وبعد كده احاول اجيب الديريفاتيف للاجزاء اللي موجودة. في قاعدتين هيساعدوني ان احسب الديريفاتيف للجزئين دول، اول حاجة هي السكوير، يعني لو عايز اجيب الديريفاتيف للاكس تربيع هيساوي 2x، لاني الاس بضربه في الاكس وبطرح من الاس واحد، يبقى 2 ناقص 1 هيطلع 1 في الاخر، يبقى الناتج في الاخر 2x. تاني قاعدة هي قاعدة الكونستانت، لو بعمل تفاضل لثابت زي السي بالنسبة للاكس التفاضل بتاعه في الاخر هيساوي صفر، يبقى بالشكل ده تفاضل الواي بالنسبة للاكس هيساوي 2x في زد زائد صفر، يعني في الاخر 2x زد. من المثال اللي فات عايز احسب الديريفاتيف للايرور بالنسبه لكل ويت مستخدمه عندي في النتورك عشان اعرف في الاخر ازاي التغيير اللي في الويت بيسبب تغيير في الايرور. في المثال اللي فات قلنا لو عايزين نجيب التغيير في الواي بالنسبه للاكس هنجيب الديريفاتيف للواي بالنسبه للاكس، برضو لو عايز اجيب التغيير في الايرور بالنسبه للويت هجيب الديريفاتيف للايرور بالنسبه للويت. بس نلاحظ في المثال اللي فات ان كان في معادله بتربط بشكل مباشر الاوتبوت واي بالانبوت اكس، يبقى بالشكل ده لو عايز اجيب الديريفاتيف للواي بالنسبه للاكس هعمل الديريفاتيف على المعادله دي. انما بالنسبه للايرور ويت لغايه دلوقتي مفيش معادله بتربطهم هما الاثنين مع بعض، المعادله بتاعه الايرور ما بيكونش فيها الويتس خالص، المعادله بتاعتها بيكون فيها الديزايرد والبريدكتد اوتبوتس. بس ما ننساش ان معادله الايرور بيكون فيها فاريبلز، وممكن اشيل الفاريبل واحط المعادله اللي بيتحسب من خلالها واوصل بالشكل ده للايرور. فبالنسبة للمعادلة دي عندي اتنين variables الديزايرد والبريدكتد، هبدأ دلوقتي بالديزايرد
الاقي ان الديزاير يعتبر كونستانت، فمستحيل اني اوصل من خلاله للويت. بالنسبه للبريدكتد الاقي ان البريدكتد بيساوي المعادله بتاعه السيجمويد، علشان كده هشيل البريدكتد واحط مكانه المعادله اللي بينحسب من خلالها. بعد كده لسه برضو ما وصلتش للويت، هشوف ايه الفاريبلز اللي موجود عندي واشيلهم واحط المعادله اللي بينحسبوا من خلالها. هلاقي ان عندي برضو الديزايرد والاس، طبعا الديزايرد مش هنستخدمه لانه يعتبر دلوقتي القيمه بتاعته ثابته. بالنسبه للاس اللي هي السم برودكت بتنحسب عن طريق المعادله دي، اللي هي عباره عن ضرب كل انبوت في الويت المناظره ليه ونجمع عليهم البايس في الاخر. ممكن دلوقتي اشيل الاس واحط مكانه المعادله اللي بينحسب من خلالها، وبعد كده لقيت ان فعلا الايرور بيكون في معادله بتربطه بشكل مباشر مع الويت. فبالشكل ده انا ممكن احسب البارشال ديريفاتيف ما بين الايرور وما بين الويت. فملخص اللي انا عملته قبل كده اني جمعت المعادله بتاعه الايرور، المعادله بتاعه البريدكتد اوتبوت، والمعادله بتاعه السام برودكت في معادله واحده في الاخر. وعايز دلوقتي اني احسب البارشال ديريفاتيف للاي بالنسبه للويت. لو احنا حاولنا ان احنا نحسب البارشال ديريفاتيف للاي بالنسبه للويت باستخدام المعادله اللي قدامنا دي، هنلاقي ان الديريفاتيف بيكون كومبلكس ان احنا نحسبه. فعلشان كده مش هستخدم المعادله دي، وهحاول اني استخدم حاجه اسهل من كده اللي هي التشين رول. بالنسبه للتشين رول انا مش هحسب الديريفاتيف للبريدكشن ايرور بالنسبه للويت بشكل مباشر، ده انا هحسب مجموعه من البارشال ديريفاتيفز اللي من خلالها هحسب الديريفاتيف اللي انا عايزه في النهايه، بحيث ان الحسابات بتاع كل بارشال ديريفاتيف تكون اسهل من الحسابات بتاعه الديريفاتيف اللي بيربط الاي بالويت بشكل مباشر. فاول بارشال ديريفاتيف هيكون البارشال ديريفاتيف للبريدكشن ايرور بالنسبه للبريدكتد اوتبوت، تاني بارشال ديريفاتيف هيكون البارشال ديريفاتيف للبريدكتد اوتبوت بالنسبه للسام اوف برودكت، وتالت واحد هيكون البارشال ديريفاتيف ما بين السام اوف برودكت وكل ويت من الويتس الاثنين اللي موجودين معايا. بعد ما طلعت الثلاثة بارشال ديريفاتيفز دول عايز اجمعهم في الاخر علشان اطلع البارشال ديريفاتيف ما بين الاي والدبليو. هضرب كل البارشال ديريفاتيفز دول ببعض واطلع في الاخر البارشال ديريفاتيف اللي انا عايزه، اللي هو البارشال ديريفاتيف للاي بالنسبه للويت. فهيكون عندي البارشال ديريفاتيف للاي بالنسبه لدبليو واحد هيساوي البارشال ديريفاتيف للاي بالنسبه للبريدكتد اوتبوت مضروبه في البارشال ديريفاتيف للبريدكتد اوتبوت بالنسبه للسام اوف برودكت مضروبة في الآخر في البارشال ديريفاتيف للسامو برودكت بالنسبة لـ W1. بالنسبة للبارشال ديريفاتيف للـ A بالنسبة لـ W2 هيكون برضو مطابق للبارشال ديريفاتيف اللي بيتحسب لـ W1، بس آخر بارشال ديريفاتيف هو ده اللي هيتشال. بدل ما كنا بنجيب البارشال ديريفاتيف للسامو برودكت بالنسبة لـ W1، هنجيب دلوقتي البارشال ديريفاتيف للسامو برودكت بالنسبة لـ W2. ونبدأ دلوقتي إن احنا نعمل حساب لكل البارشال ديريفاتيفز دي. اول بارشال ديريفاتيف هنحسبه هو البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبه للبريدكتد اوتبوت. باستخدام المعادله اللي بتربط للايرور بالبريدكتد اوتبوت هستخدمها علشان احسب البارشال ديريفاتيف. اجيب بعد كده البارشال ديريفاتيف للمعادله دي باستخدام قوانين الديريفاتيف. هنلاقي ان احنا عندنا قوس مرفوع لاس 2، 2 دي هنضربها في القوس من بره، بعد كده القوس هنطرح من الاس بتاعه واحد، ونضرب بعد كده في تفاضل مداخل القوس. القوس جواه الديزايرد، الديزايرد ده يعتبر ثابت فالتفاضل بتاعه هيكون بصفر. البريدكتد لما نجيب التفاضل بتاعه بالنسبه للبريدكتد هيكون بيساوي واحد، علشان كده الناتج هيساوي الديزايرد ناقص البريدكتد في سالب واحد. يعني في النهايه البارشال ديريفاتيف ما بين الاي والبريدكتد اوتبوت هيساوي البريدكتد ناقص الديزايرد. بعد كده اعمل تعويض بقيم البريدكتد والديزايرد عشان احسب قيمه البارشال ديريفاتيف ده في النهايه، اللي هيطلع في الاخر ب 844 من 1000. ابدا في حساب تاني بارشال ديريفاتيف معايا، وهو البارشال ديريفاتيف للبريدكتد اوتبوت بالنسبه للسام اوف برودكت. بالنسبه للمعادله اللي بتربطهم هما الاثنين هنجيب البارشال ديريفاتيف بالنسبه له. معادله السيجمويد الديريفاتيف بتاعها بيساوي المعادله نفسها في واحد ناقص المعادله. بعد ما طلعت البارشال ديريفاتيف ليها هعمل تعويض علشان اطلع القيمه بتاعته في النهايه، اعوض بقيم الاس ويطلع في الاخر ان البارشال ديريفاتيف بيساوي 11 من 100. اجيب بعد كده البارشال ديريفاتيف ما بين السام اوف برودكت وويت واحد عن طريق المعادله اللي بتربط لي السام اوف برودكت بويت واحد. اجيب البارشال ديريفاتيف للمعادله دي
بعد كده أطلع الناتج في الآخر اللي هيساوي إكس واحد، يعني الـ partial derivative للـ sum of product بالنسبة لـ W واحد بيساوي إكس واحد. أعوض بعد كده في المعادلة دي علشان أطلع القيمة بتاعت الـ partial derivative اللي هتساوي قيمة إكس واحد اللي هي بواحد من عشرة. ونجيب برضو الـ partial derivative ما بين الـ sum of product و weight اتنين بنفس المعادلة اللي احنا استخدمناها عشان نحسب الـ partial derivative ما بين الـ sum of product و weight واحد، بس الاختلاف ان احنا هنجيب الـ partial derivative بالنسبة لـ W اتنين. الناتج بتاع الـ partial derivative ده هيساوي X اتنين. أعوض بعد كده في الـ partial derivative ده، هيطلع في الآخر إن الـ partial derivative للـ sum of product بالنسبة لـ W اتنين بيساوي 3 من عشرة. بعد ما حسبت كل الـ partial derivatives في المسار ما بين الـ error و W واحد، ممكن أحسب الـ partial derivative ما بين الـ error و W واحد. بناء على المعادلة اللي طلعناها قبل كده، هنعوض فيها بالقيم اللي طلعناها علشان نطلع القيمة النهائية. القيمة النهائية هتطلع معايا بتساوي 1 من 100. يبقى الـ partial derivative للـ error بالنسبة لـ W واحد بيساوي 1 من 100. نفس الكلام برضو هطبقه عشان أحسب الـ partial derivative للـ error بالنسبة لـ W اتنين. بناء على المعادلة اللي عملناها برضو قبل كده، أعوض في القيم اللي طلعناها ويطلع في الآخر إن الـ partial derivative للـ error بالنسبة لـ W اتنين بتساوي 3 من 100. بعد ما أنا طلعت الـ partial derivative للـ error بالنسبة للاتنين ويتس اللي عندي في المثال، محتاج أفهم الناتج اللي طلع ده معناه إيه. أعمل interpreting result اللي طلعت. من الـ partial derivatives اللي طلعت دي أنا ممكن أطلع بمعلومتين. أول معلومة ممكن أطلعها من الـ derivative sign، وتاني حاجة ممكن أطلعها من الـ derivative magnitude. لو كانت إشارة الـ derivative موجبة، معنى كده إن في علاقة طردية ما بين الـ weight والـ error، يعني لو في زيادة حصلت في الـ weight في زيادة هتحصل في الـ error، لو في نقصان حصل في الـ weight في نقصان هيحصل في الـ error برضه. إنما لو كانت إشارة الديريفاتيف سالبة، معنى كده إن في علاقة عكسية ما بين الويت وما بين الإيرور، بمعنى لو حصل زيادة في الويت الإيرور هيقل، لو حصل نقصان في الويت الإيرور هيزيد. طب بنقول إن في زيادة وفي نقصان هيحصل، طب الزيادة والنقصان ده بكام؟ هيتحسب عن طريق الديريفاتيف ماجنتيود. فلو كان إشارة الديريفاتيف موجبة وحصل زيادة بمقدار P في الويت، الايرور هيزيد بمقدار P في الماجنيتيود، والماجنيتيود ده هو الماجنيتيود بتاع الديريفاتيف اللي حسبناه. في نفس الوقت لو حصل ديكريزنج للويت بمقدار P هيحصل ديكريزنج برضو للايرور بمقدار P في الماجنيتيود. لو كانت إشارة الديريفاتيف سالبة، معنى كده لو حصل زيادة في الويت بمقدار P الايرور هيقل بمقدار P في الماجنيتيود، وفي نفس الوقت لو حصل نقصان في قيمة الويت بمقدار P الايرور هيزيد بمقدار P في الماجنيتيود. نلاحظ ان الـ partial derivatives اللي حسبتهم للـ error بالنسبة لـ W1 والـ error بالنسبة لـ W2 هما الاتنين positive، معنى كده اني محتاج اقلل القيم بتاعة الـ weights علشان اقلل الـ prediction error في الاخر. بعد ما طلعت القيم بتاعة الـ partial derivatives، محتاج اني اعمل update للـ weights بناء عليهم. هنعمل update للـ weights بناء على المعادلة دي، ان الـ weight الجديد هيساوي الـ weight القديم ناقص الـ eta مضروبة في قيمة الـ partial derivative. نعمل دلوقتي updating لـ W1 بناء على المعادلة دي، نعوض في المعادلة ونطلع قيمة جديدة بالنسبة للـ weight 1، ونعمل update للـ weight التاني، هنعوض برضو في المعادلة بتاعة الـ weight 2 new، ونطلع في الآخر القيمة الجديدة بتاعة الـ weight 2 new. بعد ما حسبت القيم الجديدة بتاعة الـ weights، نعمل update للـ neural network weights بالـ weights الجديدة دي، اعمل ريترين للنتورك واحسب البريدكشن ايرور لغايه ما اوصل لقيمه اكسبتابل للايرور. احنا دلوقتي طبقنا الباك بروباجيشن على اول مثال اللي كان فيه انبوت واوتبوت لايرز فقط. هنطبق الباك بروباجيشن دلوقتي على نيورال نتورك بيكون فيها هيدن لاير. النتورك زي ما هي قدامنا كده بيكون فيها نفس الانبوتس اللي موجوده في المثال اللي فات ونفس الاوتبوت، بس الاختلاف ان فيه هيدن لاير في 2 نيرونز. هنستخدم برضه نفس التريننج داتا اللي استخدمت قبل كده، وهيكون في عندنا initial values للويتس اللي مستخدمة اللي هي 6 ويتس بالإضافة ل 3 بايز. هنحط دلوقتي القيمة بتاع كل input وويت وبايز على النتورك عشان يكون سهل إن احنا نرجع لهم بعد كده، ونفس الخطوات اللي احنا طبقناها في المثال اللي فات هنطبقها في المثال ده برضه، إن احنا هنبدأ بـ initialization للويتس، بعد كده نعمل تريننج للنتورك. التريند نتورك هنعمل من خلالها prediction، لو كانت البريدكشن مش صحيحة
بالشكل ده محتاجين نطبق الباك بروباجيشن عشان نعمل ابديت للانيشال ويت. هنبدأ نعمل تريننج في الفورورد باس للنتورك بتاعتنا، ونشتغل مع اول نود في الهيدن لاير H1 ونحسب لها الانبوت. الانبوت بتاعها هيتحسب عن طريق المعادلة X1 في W1 زائد X2 في W2 زائد B1. نعوض بالقيم دي يطلع في الاخر ان الانبوت ل H1 بيساوي 48%. نطبق الانبوت ده على الاكتيفيشن فانكشن اللي احنا بنستخدمها اللي هي السيجمويد، يطلع الاوتبوت عند اول نود في الهيدن لاير اللي هي H1 618 من 1000. نطبق الشغل ده برضو عند تاني نود في الهيدن لاير اللي هي H2، نحسب لها الانبوت هيطلع ب 22 من 1000، ونحسب لها الاوتبوت اللي هيطلع ب 506 من 1000. الاوتبوتس اللي طلعت من هيدن لاير نيرونز H1 و H2 هيعتبروا انبوتس للنيرون اللي موجودة في الاوتبوت لاير. الانبوت بتاع الاوتبوت نيرون هيساوي الاوتبوت بتاع H1 مضروب في W5 زائد الاوتبوت بتاع H2 مضروب في W6 زائد البايس B3. هنعوض بالقيم بتاعتهم ويطلع الناتج في الاخر ب 1858 من 1000. هنحسب الاوتبوت برضو بتاع الاوتبوت لاير نيرون دي، هيطلع الناتج بيساوي 865 من 1000. طبعا القيمة دي بتعبر عن البريدكتد اوتبوت اللي النتورك طلعته. بعد ما طلعت البريدكتد اوتبوت، محتاج ان انا احسب البريدكشن ايرور الخاصة بالنتورك عشان اشوف هل محتاج ان انا اطبق الباك بروباجيشن عشان اعمل ابديت للويت ولا لا. هستخدم السكويرد ايرور فانكشن اللي طبقناها قبل كده، وعوض بقيم الديزايرد والبريدكتد اوتبوت، ويطلع الايرور في الاخر بقيمة 349 من 1000. طبعا القيمة اللي طلعت للايرور قيمة كبيرة، ولا بتساوي صفر ولا قريبة من الصفر، فمعنى كده ان احنا محتاجين نعمل ابديت للويتس عن طريق الباك بروباجيشن، ونفهم ازاي الايرور بيتغير مع تغيير كل الويتس اللي موجودة. عشان كده محتاجين نحسب البارشال ديريفاتيفز للبريدكتد ايرور بالنسبة لكل ويت من الويتس الستة اللي مستخدمين. وانا بعمل كالكوليشن للبارشال ديريفاتيفز دي، هيكون عندي 6 ويتس. ابدأ بأي ويت منهم؟ المفروض ان احنا في الباكورد باس، يعني بنبدأ من اليمين للشمال. نشوف دلوقتي ايه اول ويت احنا ممكن نقابله، وبعد كده نحسب البارشال ديريفاتيف ليه في البداية. فنلاقي ان اول ويت هتقابلنا هي W5 و W6، وبعد كده W1 لغاية W4. اول بارشال ديريفاتيف هحسبه هو البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة ل W5. هحسبها طبعا عن طريق التشين رول، وفي التشين رول انا بتتبع المسار اللي بيبدأ من الايرور لغاية ما يوصلني ل W5. فهلاقي ان الايرور بتكون متصلة بالاوتبوت لاير نيرون اوتبوت، علشان كده هجيب البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة للاوتبوت لاير نيرون اوتبوت. بعد كده الاوتبوت لاير نيرون اوتبوت دي بتكون متصلة بالامو بتاع الاوتبوت لاير نيرون، عشان كده هجيب البارشال ديريفاتيف برضو بالنسبة لهم. وفي الاخر الاوتبوت لاير نيرون انبوت بتكون متصلة ب W5، فعشان كده محتاج اني احسب التلاتة بارشال ديريفاتيفز دول. ابدأ دلوقتي بحساب اول بارشال ديريفاتيف اللي هو البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة للاوتبوت لاير نيرون اوتبوت، واللي هيساوي في الاخر الاوتبوت لاير نيرون اوتبوت ناقص الديزايرد اوتبوت. لما اعمل تعويض بالقيم بتاعتهم، هيطلع ان القيمة بتاعت البارشال ديريفاتيف دي 835 من 1000. احسب تاني بارشال ديريفاتيف موجود معايا، وهو البارشال ديريفاتيف للاوتبوت لاير نيرون اوتبوت بالنسبة للاوتبوت لاير نيرون انبوت. هجيب اول حاجة البارشال ديريفاتيف بالنسبة له، تطلع بالمعادلة اللي موجودة قدامنا. اعمل تعويض عشان اطلع الفاليو، هيطلع الفاليو 23 من 100. بعد كده احسب البارشال ديريفاتيف للاوتبوت لاير نيرون انبوت بالنسبة لدبلو 5، وهيطلع ان البارشال ديريفاتيف بتاعها بيساوي H1 اوتبوت، واعمل تعويض يطلع الناتج في الاخر 618 من 1000. بعد ما طلعت التلاتة بارشال ديريفاتيفز دول، ممكن اطلع البارشال ديريفاتيف اللي انا عايزه، اللي بيوضح لي ازاي الايرور بيتغير بتغيير الدبلو 5. اضرب التلاتة بارشال ديريفاتيفز دول، يطلع في الاخر البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة لدبلو 5 بيساوي 119 من 1000. ابدأ بعد كده في حساب تاني بارشال ديريفاتيف، وهو البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة لدبلو 6، اللي هيساوي البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة للاوتبوت لاير نيرون اوتبوت مضروبة في البارشال ديريفاتيف الاوتبوت لاير نيرون اوتبوت بالنسبة للاوتبوت لاير نيرون انبوت، مضروب في الاخر في اخر بارشال ديريفاتيف اللي هو البارشال ديريفاتيف للاوتبوت لاير نيرون انبوت بالنسبة لدبلو 6. لو بصينا للبارشال ديريفاتيفز الثلاثة دول،
هلاقي ان اول اتنين انا كنت حاسبهم قبل كده في المثال اللي فات، فمش محتاج ان انا احسبهم مرة تاني، فمحتاج ان انا احسب اخر بارشال دريفاتيف بس. بالنسبة للبارشال دريفاتيف ده هحسب المعادلة بتاعته، هتطلع في الاخر بتساوي اتش 2 اوتبوت، اعمل تعويض فيها هيطلع الناتج بتاعها بيساوي 506 من 1000. بعد ما حسبت التلاتة بارشال ديريفاتيفز اللي محتاجهم عشان اطلع البارشال ديريفاتيف للايرو بالنسبة ل W6، هضربهم كلهم في بعض عشان اطلع البارشال ديريفاتيف اللي انا محتاجه اللي هيطلع في الاخر بقيمة 97 من 1000. بعد ما حسبت البارشال ديريفاتيفز للايرو بالنسبة ل W5 و W6، محتاج اني احسب البارشال ديريفاتيف للايرو بالنسبة ل W1 لغاية W4. هنبدأ دلوقتي بالبارشال ديريفاتيف بالنسبة للايرو ل W1، وهنشوف الايرور علشان نوصل من خلاله ل W1 هنمشي على الاوتبوت لاير نيرون، وبعد كده على اول نيرون في الهيدن لاير لغايه ما نوصل ل W1. عشان كده هيكون في الاخر في 5 بارشال ديريفاتيفز المفروض ان انا احسبهم. لو بصينا على اول 2 بارشال ديريفاتيفز هنلاقي ان انا كنت حاسبهم قبل كده مع W5 و W6، فمش محتاج ان انا احسبهم مره تاني. فعندي دلوقتي 3 بارشال ديريفاتيفز ميسنج محتاج ان انا احسبهم. هنبدأ بأول واحد وهو البارشال ديريفاتيف للأوتبوت لير نيرون انبوت بالنسبة ل H1 اوتبوت. هنحسب البارشال ديريفاتيف هنلاقي ان هو بيساوي W5، بعد كده اعوض بقيمة W5 يطلع ان البارشال ديريفاتيف ده القيمة بتاعته سالب 2 من 10. نحسب دلوقتي تاني بارشال ديريفاتيف اللي هو البارشال ديريفاتيف لل H1 اوتبوت بالنسبة ل H1 انبوت. هنحسب البارشال ديريفاتيف ده هيطلع بالمعادلة اللي قدامنا، نعوض فيها ويطلع القيمة في الآخر ب 236 من 1000. نحسب بعد كده تالت بارشال ديريفاتيف اللي هو البارشال ديريفاتيف ل H1 انبوت بالنسبة ل W1. هنحسب البارشال ديريفاتيف ليه، هنلاقي ان هو بيساوي X1، نعوض في البارشال ديريفاتيف ده بقيمة X1 هيطلع القيمة بتاع البارشال ديريفاتيف 1 من 10. بعد ما حسبت الخمسة بارشال ديريفاتيفز اللي محتاجهم عشان اجيب البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة ل W1، ممكن اضربهم كلهم في بعض عشان اطلع القيمة بتاع البارشال ديريفاتيف اللي انا عايزها، هيطلع في الاخر القيمة بتاعتها سالب 1 من 1000. بعد ما حسبت البارشال ديريفاتيف للايرو بالنسبة ل W1، ممكن احسب البارشال ديريفاتيف للايرو بالنسبة ل W2. هيكون عندي برضو تشين فيها 5 بارشال ديريفاتيفز. هتلاقي ان اول 4 محسوبين قبل كده مع W1، محتاج بس ان انا احسب اخر بارشال ديريفاتيف فيهم. بالنسبة للبارشال ديريفاتيف ل H1N بالنسبة ل W2، البارشال ديريفاتيف ده هيساوي X2، عوض بقيمة X2 يطلع في الآخر القيمة بتاعته 3 من 10. بعد ما حسبت القيم بتاع كل البارشال ديريفاتيفز دي، ممكن أحسب القيمة بتاع البارشال ديريفاتيف لل E بالنسبة ل W2، أضربهم كلهم في بعض يطلع القيمة في الآخر سالب 3 من 1000. دلوقتي ممكن نحسب البارشال ديريفاتيف للأيرو بالنسبة ل W3 عن طريق التشين اللي فيها 5 بارشال ديريفاتيفز اللي قدامنا دول، وهنلاقي ان اول 2 بارشال ديريفاتيفز القيمة بتاعتهم معروفة، انما اخر 3 لا. هنبدأ في اول واحد ميسنج اللي هو البارشال ديريفاتيف الاوتبوت لير نيرون انبوت بالنسبة ل H2 اوتبوت، وهنجيب البارشال ديريفاتيف بتاعه هيساوي W6، نعمل تعويض هيطلع القيمة في الاخر ب 3 من 10. نجيب البارشال ديريفاتيف ل H2 اوتبوت بالنسبة ل H2 انبوت، هنجيب البارشال ديريفاتيف بتاعه هيطلع بالمعادلة اللي قدامنا، بعد كده نعمل تعويض هيطلع قيمة ب25%. بعد كده اخر بارشال ديريفاتيف موجود اللي هو البارشال ديريفاتيف ال H2 انبوت بالنسبة ل W3، هجيب البارشال ديريفاتيف ده هيطلع بيساوي W3، بعد كده اعمل تعويض هيطلع قيمة ب62%. بعد ما جبت القيم بتاع كل الخمسة بارشال ديريفاتيفز دول، ممكن اعمل تعويض في المعادلة اللي فوق وبعد كده اضربهم كلهم في بعض عشان اجيب البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة ل W3 اللي هيطلع ب9 من 1000. اخر بارشال ديريفاتيف معانا هو البارشال ديريفاتيف لل E بالنسبة ل W4، هنحسبه برضو عن طريق التشين اللي فيه 5 بارشال ديريفاتيفز دول، وهنلاقي ان اول 4 بارشال ديريفاتيفز القيم بتاعتهم معروفة، انما اخر بارشال ديريفاتيف مش عارفينه. هنجيب دلوقتي البارشال ديريفاتيف لل H2 انبوت بالنسبة ل W4، هيطلع بيساوي W4، القيمة بتاعته في الاخر هتطلع بتساوي 2 من 10. بعد ما جبت الخمسة بارشال ديريفاتيفز دول، اجيب البارشال ديريفاتيف للايرور بالنسبة ل W4 اللي هيساوي 3 من 1000. بالشكل ده احنا حسبنا البارشال ديريفاتيف لل E بالنسبة لكل الويتس اللي موجودة من W1 لغاية W6. بعد كده
محتاج ان اعمل ابديت للويت دي بناء على البارشال ديريفاتيفز اللي حسبتهم ويطلع القيم الجديده اللي واضحه قدامنا. بعد ما حسبت الابديتد ويت محتاج اني اعمل ريترين للنتورك من خلالهم واستمر في الخطوات اللي شفناها، ان احنا نعمل ترين، نحسب البريدكشن ايرور، بعد كده نطبق الباك بروباجيشن الجوريزم لغايه ما نوصل لايرور اكسبتابل بالنسبه لنا.